شوفوا شباب، عشان نقدر نجاوب سؤال في القصد بسرعة، انت داخل على السؤال لازم يبقى الاورينتيشن بتاعك عالي قوي الاول. نمرة واحد، نمرة اتنين، مفيش وقت، دي الحكاية كلها بتبقى مفيش دقيقتين. المفروض تتعرف وتجاوب على الاسئلة النظري. فاللي انا هعمله دلوقتي هحاول معاكم نحط ايدينا على اشهر الاماكن اللي بنسال فيها على العظام. النهارده هيبقى بونز، وهقول لكم طريقه الاسئله. مش شرط طبعا تبقى دي الاسئله، لما حدش يقول لي هي هتبقى دي الاسئله هتبقى زي كده، فاهمنا ولا لا؟ بالنسبه لاي حاجه في البونز المطلوب فيها اسم المكان، وهتلاقوا السؤال ايدنتيفاي ذا ماركت اريا مثلا، او اريا ماركت ازواي، يبقى انا عايز اسمها. السؤال اللي هتلاقي عليها بعد كده على طول استراكشر اتاتشنج، عشان ما حدش يقول لي اوريجن ولا انسرجن اذا كانت دي عضله. وكلمه استراكشر اتاتشد هتشمل اما انها تكون مصل او ليجمنت، صح ولا لا؟ صح. ففي اماكن احنا الوقت هنبص عليها ممكن هنلاقي فيها ليجمنتس، ممكن هنلاقي فيها مصلز، ممكن هنلاقي فيها اماكن فيها ليجمنتس ومصلز. ممكن يبقى السؤال ايدنتيفاي ذا ماركت اريا او اريا ماركت از واي. السؤال الثاني عليها منشن ذا ستراكشر اتاتشد، وقد يكون هذا الاستراكشر مصل مثلا. يبقى السؤال الثالث اللي عليها اند منشن اتس نيرف سبلاي او النيرف سبلاي اوف ذا ستراكشر اتاتشد تو ذا ماركت اريا. فاهمين انا ماشي ازاي؟ اذا كان السؤال في المصلز وهناجله بعدين هيبقى ايدنتيفاي ذا ستراكشر هيبقى المصل، ابقى مجهز نفسي للاكشن والنيرف سبلاي اذا كانت دي هتبقى ايش؟ مصل. إذا كان جوينت هقول لكم على الأسئلة اللي ممكن تيجي في أي جوينت ومشهور فيهم قوي اللي هو النيو جوينت. نبدأ الأول بالكلافيك. حاجة نسيت أقولها برضو، أي بون بتخش عليها لازم تبقى عارف إذا كانت دي رايت ولا ليفت، لأنها بتاخد جزء من الضرب. دي عارفين إنها كلافيك، ما يجيش واحد يقول أنا كتبت إنها كلافيك، لازم تقول رايت ولا ليفت كلافيك. لما يقول لك ايدنتيفاي ذا بون تكتب له رايت أو ليفت إيه؟ كلافيك. إزاي دي نعرفها رايت ولا ليفت؟ بكل بساطة الجزء البريزمويد اللي هو البالك ده بخليه ميديال، الكلام عليا ميديال، والجزء الفلاتند ده بخليه لبره، فهي ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده، ولا انا غلطان؟ صحيح. ايوه الجزء البريزمويد اهو. بسرعة هبص على الانفيرو سيرفيس، هبص على الانفيرو سيرفيس او هبص على السوبيرو سيرفيس. السطح فيه اللي هتلاقيه املس خليه لفوق، السطح اللي هتلاقيه شكله كده فيه جروفات وفيه نتوءات وفيه اشكال غريبه خليه لتحت. لو حركت اصبعك عليه من فوق هتلاقيه كله سموث، لو حركت ايدك عليه من تحت هتلاقيه مش مريح، يبقى ده لتحت. حاجه ثانيه امسكها بالوضع اللي يخلي الشافت ده الجزء التو سيرد الميديال ده الميديال تو سيرد خلوه كونفكس فورورد، الكلام عليا يعني لازم اخليها كده. لو خليتها كده بقى الجزء اللي احنا شايفينه ده هو الجزء اللي هو حصل فيه الكونفكس اللي انتوا شايفينها دي. لو حطيته كده بقى للخلف ولا للامام؟ انا عايز اعمل الشرطين، ان دي تبقى ميديال، شايفين المنظر ده ولا لا؟ ان دي تبقى ميديال، والجزء ده اللي هو المنحني للامام اسمه كونفكس فورورد يبقى ميديال ولا لاترال؟ يبقى ميديال. حطوا الكلام عليا، لو حطيتها كده تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. تنفع. احطها كده هتنفع؟ لا ما احنا قلنا ده لازم يبقى ميديال. طب ما انا اخليها كده وبرضه هتنفع. نفعت ولا ما نفعتش؟ بس ايه اللي حصل؟ السطح اللي فيه الجروف اللي انتوا شايفينه ده، ولما هتقربوا عشان كده بقول اما اخلص الكيس الفطري اللي فيكم يا النهارده يا بكره يجي ورايا ويطلع العظم ده ويبص على الكلافيكل. كان بيقول هنا في جروف، هو فين الجروف؟ كان في تيوبريك، اللي هو فين التيوبريك؟ اصل انا كنت واقف بعيد مش شايفه. ففي على الانفيرو سيرفيس هنا بلاقي فيه جروف اهو، شايفينه ده؟
لو قربته هتلاقوا فيه جروف جروف. فلما بص الاقي الجروف ده بقى لتحت يبقى انت صح، هحطه هنا بقت رايت كلافي، هقلبه كده غلط. يبقى دي ايدنتيفيكيشن بتاعها يتقال عليه ايه؟ عشان اخلص منها رايت كلافي. الاسئله اللي بتيجي عليها الاتي، ممكن اجي على الانتيرور سيرفيس هنا، ما خلاص بقى انتيرور عليها الكلام الوقت، ما احنا بقى الانتيرور وده شافت ده انتيرور وده بوستيرور. ممكن اجي هنا على الانتيرور واحط علامه زي دي كده، نحطها كده على عظم ابيض مش عظم ملون. ده مكان مين دي؟ وممكن اجي على اللاترال وان سيرت وهظللها كده، في نوعين من التظليل حصل الوقت قدام ده وده، ده الميديال الميديال توس هيرت، ده اتاتشمنت لمين هنا؟ وفي اتاتشمنت هنا دي بيكتوراليس ميجر، دي دلتويد. واضح ولا مش واضح؟ طب لو جيت في الخلف وحطيت علامه هنا شايفين عملت ايه ولا لا؟ يعني هنا حطيت كام علامه؟ تلتين وتلت. وفي الخلف حطيته في اللاترال ولا حطيته في الميديال؟ حطيته في اللاترال. لما بركب العظمه دي مع العظمه دي كده بيعملوا مع بعضهم الجوينتس اللي انتوا عارفينه باسم اكروميو كلافيكرا، مش ده اللي انتم عارفينه كده؟ صح ولا لا؟ صح. بصوا عشان اكمل الصوره، في عضله انتم عارفينها، في واحده متركبه ولا لا؟ دول التو بونز بتوعهم، ده منظر تاني، دي الكلافيكل ودي الاسكابل. شايفين المنظر الشكل الفي ده؟ شايفينه ولا لا؟ معمول بمين؟ معمول بالكلافيكل والسباين، صح؟ لو انا جيت على السبعه اللي انتوا شايفينها دي وحطيت العلامه من الخارج، حطيت هنا في التلت اللي احنا سميناه التلت الخارجي ده، صح ولا لا؟ هو نفس التلت الخارجي، وحطيت ايدي بالمنظر ده كده، ايه دلوقتي او اصبعي بقت فين؟ على اخر تلت في الكلافيكل وعلى الاكرومين وعلى السباين، وهظلله قدامكم. الجزء ده دلتويد. لو جيت من الداخل هنا في نفس السبعه اللي انتوا شايفينها وحطيت ايدي في الاماكن دي هتبقى ترابيزيوس. سيب دي بقى وطبق لنا الكلام ده هنا. انت الوقت قلت لنا ان دي التلت اللي ناقص اللي هو التلت ده التلت الخارجي ده، لو ركبت الاسكابولا معاه كده مش الاسكابولا هتيجي كده برضه ولا انا غلطان؟ يبقى هحط صباعي ده كده وصباعي هيبقى على الاسكابولا ان شاء الله هنشوفها. ده هيبقى دلتويد وان شاء الله في الاسكابولا هيبقى دلتويد، ماليش علاقه بالاسكابولا الواحد. دي دلتويد، امال التلتين ده كان مين؟ بيكتوراليس ميجر اللي احنا سميناها الجزء اللي هو جاي من الكلافيك كلافيكولار هيد. نرجع بقى تاني لنفس اهي من الداخل من ورا من الخلف، ظللت الكل ولا ظللت اخر جزء منها؟ مين الجزء الداخلي؟ ترابيزيس. واضحت ولا لسه؟ اجي بقى تحت هنا واحط علامه في الجروف اللي تحت الكلاف، الجروف ده هقول لك اسمه ايه؟ هتقول لي اسمه سب كليفيان جروف. هقول لك الاستراكشر اتاتشد له، هتقول لي سب كليفياس ماسس. هقول لك النيرف سبلاي، هتقول لي نيرف تو سب كليفياس الروت فاليو بتاعه 5.6. برافو عليك. واضح؟ واضح طريقة السؤال؟ طيب ارجع لنا تاني، انا هطول في دي شوية. ارجع لنا تاني وظللت في المكان ده، التلتين اللي احنا كانوا قلنا منبعج للامام ده، اللي احنا قلنا عليه جاي بيكتوراليس ميجر في التلتين واخر تلت هنا دلتوي. لو ظللت دي ايدنتيفاي هتقول لي بيكتوراليس ميجر. نيرف سبلاي واكشن. وصلت؟ يعني ممكن انا هقول لك ايدنتيفاي ذا ماركت اريا اللي هنا ده. او الاستراكشر اتاتش تو ذا ماركت اريا، الاستراكشر اللي اتاتش هتقول لي بيكتوراليس ميجر. السؤال الثاني اللي هتلاقي عليه منشن اتس نيرف سبلاي، او النيرف سبلاي للاستراكشر اللي اتاتش للمكان ده، هتكتب لي ميديال ولا لاترال بيكتورال نيرف، ولا تكتب لي ميديال ولاترال بيكتورال نيرف؟ ميديال ولاترال. وضحت ولا لا؟ لو جيت هنا على التظليله اللي في المكان ده وسميتها الدلتويد، مش احنا قلنا هنا دلتويد؟ ايه الدلتويد؟ النيرف سبلاي حق الدلتويد اكزيلاري نيرف.
اذكر الروت فاليو للاستراكشر للنيرف اللي بدي للاستراكشر اللي انت قلت عليه. هي كده بس من غير ما نقول هي كده. وضحت ولا لسه؟ فهمتوا الاسئله بتيجي ازاي عشان ابقى داخل وفاهم اللعبه هيبقى شكله ايه. معايا معلم؟ نيجي بقى من الجزء ده حته فيها مهمه قوي. اقلبها كده في الجزء اللي احنا سميناه الاندر سيرفيس اللي كان فيه الرفنس اللي احنا شفنا فيه الجروف. هنا فين الميديال وفين اللاترال للعظمه دي؟ هنا في ميديا. فين الميديال واللاترال الكبيره اللي احنا سميناها ميديا؟ اما ان انا اعمل تظليله تحت اللاترال او تظليله تحت الميديا. يعني ايه؟ يعني اجي هنا كده وهظلل هنا، يبقى انا ظللت تحت الميديا ولا تحت اللاترال في التظليله دي مثلا؟ لو لقيت في تظليله بغض النظر على التظليله اللي انا عاملها، واحد يقول لي لا ده مش هنا بالظبط، لا هي المفروض بالظبط هتبقى كده اللي انا هظللها كده. التظليله دي تحت اللاترال اند ولا تحت الميديال اند؟ لاترال. ها؟ طب لو جيت هنا وظللت في المكان ده وبشكل نقطه بوينت، دي مساحه مظلله ودي دايره مظلله، دي ناحيه الميديال دي ناحيه اللاترال، كل واحده من دول هيقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر اتاتشد تو ذا ماركت اريا. مين الاثنين ستراكشر اللي اتاتشد في الاماكن دي؟ ده ليجامنز، او ده مثال بقى للليجامنز. هنا هيبقى مين؟ كوستو كلافيكولار ليجامنت، وهنا هيبقى مين؟ كوراكو كلافيكولار ليجامنت بجزئيه الكونويد بار والترابيزويد بار. تاني يبقى هنا هيبقى مين؟ كوستو كلافيكولار ليجامنت، وهنا هيبقى مين؟ كوراكو كلافيكولار ليجامنت. معايا ولا لا؟ بجزئين، والاثنين جزئين، كونويد بار وترابيزويد بار. واحد اتفهمت الكلافيكل؟ اتفهمت الاسئله تيجي فيها ازاي؟ في كم عضله بقى اتاتشت فيها اللي انا قلتهم من وقت الحين؟ نقولهم تاني. من هنا مين؟ هنا مين؟ طب ينفع اقول لكم من هنا بكتوراليس ميجر؟ لا. ليه؟ كونكيف. كونكيف. لازم احط البكتوراليس الاخص على الجزء اللي هو كونفكس. دور على الكونفكس فين؟ واحد يقول لي طب ما الكونفكس اهو، اقلبها لك كده يا دكتور. ما احنا قلنا بقى ازاي نعرف؟ خلي دايما الراف سيرفيس فين؟ لتحت. والجزء البريزمويد البالكي الكبير ده خليه فين؟ ميديال. يبقى هنا بيكتوراليس ميجور، جنبها على طول كتف بكتف في اخر جزء مين؟ دلتويد. الدلتويد اجي وراها، ورا الدلتويد، ورا المكان بتاع الدلتويد، يبقى ترابيزيوس. بعد كده مفيش هنا حاجه. واضح؟ من تحت في مين؟ السب كليفس. ممكن سؤال يجي يقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر اللي هي الكلافيكل او الكلافيكل، ينفع؟ ولا اقول ايه؟ رايت او ليفت كلافيكل. يقول لك منشن ذا جوينتس، الجوينتس اللي البون دي بتشير ان ذير فورميشن اند منشن ذير تايبس. هقول ان فيها كام جوينت دي؟ اثنين، واحد بينها وبين الاسترنم اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو ده سترنو كلافيكولار جوينت نوعه ساينوفيا، وواحد تاني اللي بينه وبين مين؟ الاكروميون. الجوينت هنا اسمه ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت نوعه ايه؟ ساينوفيا. واضح ولا مش واضح؟ فهمت؟ ده بلين جوينت. ده ايه نوعه الفرايتي؟ موديفايد سادل. يبقى ده موديفايد سادل الذي يصل الى درجه ان يوصف بانه بولند سوكت ولكنها ليس بولند سوكت. اللي حضر معايا امبارح ان السادل من الفري موبيليتي بتاعته قد يصل ان يوصف انه بولند سوكت ولكنه ليس بولند سوكت. فده النوعين بتوع الجوينتس اللي هنا، واحد نسميه ساينوفيال، الثاني ساينوفيال. ده بلين، ده موديفايد سادل. اتفهمت العظمه دي؟ دي طولنا فيها شويه. نخش بقى على السكابولا. السكابولا تعتبر من الفلات بون، ليها اثنين سيرفيس كلكم عارفين، فنترال سيرفيس دورسال سيرفيس. دورسال سيرفيس موجود في السباين، السباين بيقسم من فصه لفصه فوق وفصه تحت. الفصه اللي فوق اسمها سوبرا سباينس فصه، الفصه اللي تحت اسمها انفرا سباينس فصه، وفيها فصه من قدام اسمها سب سكابولا فصه. كلكم عارفين الكلام صح ولا انا غلطان؟ لكن يجي لي فيها ايه؟ اما احطها كده قدامي ايدنتيفاي ذا بون. سكابولا برضه؟ سكابولا. ليه رايت سكابولا؟ اهي الدورسال اهو هخليه عندي انا الكلام للخلف. اهو في الخلف، والجلينويد ده خليه لبره، يا لازم تمشي كده. طب ما ممكن امشيها كده يا دكتور، ما الجلينويد لبره. يا عم قلت لك السباين خليه لورا. اهو لورا.
للخلف بوستيري. اتفضحت بقى دي ايه؟ رايت سكاب. ايه اللي يجي هنا بقى؟ الاتي. خلاص انا عرفتها. ايدنتيفاي ذا ماركت اريا. سوبرا سباينس فوسا. استراكشن اتاتشن. سوبرا سباينيتس. انا مش هقول كل شويه بقى الاسئله اللي بتيجي. فاهمين كلامي ولا لا؟ فهمتوا السيستم ماشي ازاي؟ سوبرا سباينس فوسا. سوبرا سباينيتس. سوبرا سكابولار نيرف. ابدكشن. ده كل حاجة تخص هذه العضلة. بمعنى ان انا هبدأ الوقت وانا براجع البون هذكر عضلات مش هقول اكشن. دورك انت لما تروح البيت النهاردة مع كل عضلة حطيت ايدي عليها في البون دور لي على الاكشن والنيرف سبلاي بتاعها. ولما تدور على اكشن وانت في الاوسبي تجيب المين اكشن. بمعنى ان في عضلات لها اربعة وخمسة اكشن. وانا قاعد في اوسبي هكتب كل الاكشن ده؟ ولكن تكتب مين؟ المين اكشن او اول اثنين مين اكشنز مثلا ابدكشن ولاترال روتيشن. وخير الكلام ما قل ودل. اجيب الحاجه مش ويتش اتس انتيريور فايبر ابدكت سلايتلي فورورد زين ذا موست بوستيريور فايبر ميك سام روتيشن. ايه يا عم في ايه وانا قاعد في ايه؟ هي كلمتين ورد غطاء. دور على العضله دي بتعمل ايه؟ ابدكشن لاترال روتيشن. ايوه ليها ابدكشن ولها وصف. لما نقعد بقى نتكلم مع بعض ليها وصف الابدكشن والابدكشن وانهي فايبر اللي بتعمل بتبدا الاول. انا في وصف ولازم تعرف تاكل الكتف منين زي ما بيقولوا. كل واجري عشان تاخد المارك كامله. نخش في الام سي كيو يا واد بلاش تصفيق. نخش في الام سي كيو ليها طريقه في الاجابه. في الموديفايد ليها طريقه. ولكل مقام مقال. انا عايز اخش الاس بياخد الدرجه كلها. وضحت؟ الفصه اللي بعدها تبقى دي مين؟ انفراسباينس فصه. العضله اللي هنا انفراسباينيتس. كملوا اكشن نيرف سبلاي. ما انا مش هتكلم بقى انتوا فهمتوا انا ماشي ازاي. هنخش هنا بتسال ساب سكابولار فصه فور ساب سكابولاريس. معايا؟ انا قلت الوقت في للحين ده اوريجن ولا انسيرشن ولا قلت في عضله هنا اتاتشد اسمها كذا. معايا؟ لان ده اللي احنا طالبينه منكم. مش عايزين نخنقكم قوي نقول ده اوريجن ولا انسيرشن. طبعا دول كلهم اوريجن لكن انا طالب ايه؟ اتاتشد. مين اللي هنا؟ سهله ولا صعبه؟ نخش بقى نحدد شويه. عندي كام بوردر الوقت قدامي؟ اثنين بوردر. ادي بوردر اللي احنا بنسميه لاترال بوردر لانه ناحيه الجلونيد كافيتي وبوردر ثاني هو اسمه ميديال بوردر. خلي بالكم من ايه؟ لو انا جيت على الميديا على اللاترال بوردر وحطيت علامه على اول تلتين منه تلتين العالي او ظللت اخر جزء منه يبقى انت عايز تظلل اعلى جزء واقل جزء. اعلى جزء تيرس ماينور اقل جزء تيرس ميجر. وانت بتلاحظ ان انا بظلل على التيرس على البوردر بتاع التيرس ميجر هتلاقيني جاي شويه ناحيه الانجل كده. لكن المهم واخد البوردر. يتفضل عندي انه بوردر الميديا. الميديا البوردر في المكان ده لو ظللته لكم ثلاث اماكن هم في الجزء ده وهعمل نقطه هنا والجزء ده نشوفهم مع بعض. لو جالك العلامه هنا لفيتروس كابل. لو جاء في النقطه اللي في مقابله السباين على طول رومبويدس ماينر. لو في هذا الجزء الكبير ها رومبويدس ميجر. لو جيت وظللت لك الانفيريور انجل بالمنظر ده شفت انا ظللت الانفيريور انجل ازاي؟ لاتشمس دورسال. الله هو البوردر ده انهو بوردر؟ هو لسه برضه الميديال بوردر بس لو ظللته من هنا من الناحيه الداخليه بقى مش من الخارجيه. ظللته من الداخل. انا كنت مظلله من الخارج ظلال واحد ولا ثلاث ظلالات مختلفه؟ ثلاثه. حصل ولا ما حصلش؟ الليفيتور والرومبويدس والرومبويدس. انما لما في الداخل لازم اظلله كله لانها عضله واحده. اسمها ايه؟ اكشن ونيرف سبلاي. واضح؟ يا واد ركز معايا. سيبك من الكتاب ده مش هينفع. خلاص؟ فهمتوا الاثنين بوردرز دلوقتي؟ خلي بالكم بقى من اللي جاي. ده مين ده؟ جلونيد كافيتي. هحط نقطتين
نقطة في عنده فوق في أوله من فوق ونقطة في آخره من تحت، بس اللي من تحت بص هيجيلها منين؟ شايفين النقطة دي؟ في أول الجلونيت كافيتي أهو، شايفينها ولا لا؟ والنقطة التانية في آخره ولا تحته؟ تحته. Long head of the biceps, long head of the triceps. Long head of the biceps. جهز النيرف سبلاي بتاع اللي هو المسكولو كوتينيوس نيرف والروت فاليو والاكشن فليكشن ده المين وفليكشن في الشولدر وفليكشن في الالبو وهكذا. لونج هيد اوف ذا ترايسبس اجهز نفس الراديال نيرف ان الروت فاليو بتاعها 5 6 7 8 دي 1 وهكذا. فاهمين طريقه الاسئله بتمشي ازاي؟ طيب نكمل. قلت لنا هنا اللونج هيد اوف ذا بايسبس وهنا اللونج هيد اوف ذا ترايسبس، ايه تاني بيجي في المكان ده يا دكتور؟ السباين. السباين له جزئين، الجزء من الاعلى منه ده والجزء ده، يعني من الداخل ومن الخارج. لو ظلله لك من الداخل من هنا كده او ظلله من الخارج كده، لو ظلله من الخارج دلتويد زي مين؟ جزء مين؟ زي كان مين مسكته وقلت عليه دلتويد؟ الكلابك الفاني في الجرافيك في الكونفكس ولا في اللاترال اللي هي كمالت الرقم 7 بالعربي. لكن لو كان من الداخل هتبقى مين؟ ترابيزيس. يبقى من هنا مين؟ ترابيزيس ومن هنا مين؟ دلتويد. اتفهمت ولا لسه؟ نيجي بقى في المحترم ده احط عليه علامه واقول لك اسمه ايه؟ ما احطش حاجه معينه فيه، اسمه اكرونيوم بروسيس. يقول لك اذكر وان ليجمنت اتاتشد له ماسك اللي احنا سميناه اللي هو بينه وبين الكراكويو. اذكر وان جوينت ريليتد تو ات اكروميو كلافيكولا. وضحت ولا لا؟ غير لما يجي يظلل المحترم ده مهم قوي اللي هو الكراكويد. الكراكويد بروسيس اذكر 3 ماسلز 2 ليجمنتس اتاتشد تو ات. في السؤال هو اسمه كراكويد، مين الثلاثه ماسلز اللي اتاتشد له؟ كوراكو براكيال اهو اسمه كوراكو براكيالس شورت هيد اوف ذا بايسبس. ايوه انت ماينور بيكتوراليس ماينور. يبقى في كم عضله اتاتشد له؟ ثلاثه ماسلز اتاتشد له، مين هم؟ اللي بدا باسمه كوراكو براكيالس شورت هيد اوف ذا بايسبس بيكتوراليس ماينور تو ليجمنتس اتاتشد له. كوراكو اكروميال كوراكو هيومرا رايح للهيومرس ركزوا فيه. يبقى فيه كم حاجه اتاتشد له؟ خمس حاجات اتاتشد له 3 ماسلز 2 لون قبول اسمها هيومرس رايت ولا ليفت؟ اخلي الهيد لوكس ميديالي هي لوكس ميديالي بس فيهم وضع غلط. الفصة الكبيرة دي بص لتحت، الهيد بصيت لها انظر تحت، لو لقيت فصة كبيرة زي كده خليها لورا. يبقى هتطبق حاجتين، هتخلي الهيد لفوق وميديال، وتخلي الابهام بتاعك ده في الفصة دور عليها سواء كانت بقى هنا او هنا، خلي ابهامك على طول يروح على مين؟ على الفصة سواء كان ده او الابهام ده. الابهام ده لو دخل هنا وجيت كده وقلت الله الهيد ميديا اللي انت عايزها صح، لكن لو حطيت الابهام فيها وجيت حطيتها لقيت الهيد بعيد عنك يبقى محطوطه غلط، حطها صح. يبقى دي رايت ولا ليفت؟ دي رايت. ايه الاسئله اللي بتيجي فيها الان من فوق؟ ممكن احط علامه حوالين الهيد، الهيد اللي هي الاناتوميكال هيد، مش دي اسمها الاناتوميكال هيد؟ اسمها ولا مش كده؟ ما اسمهاش كده اناتوميكال. ايه الاستراكشر اللي اتاتشد هنا؟ الكبسول بتاع الشولدر جوينت، سيبكم منه. وممكن احط علامه هنا اقول عليها ايه العلامه اللي هنا دي كده؟ في ده ايه ده؟ سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس استراكشرز ريليتد. الجديدة دي نوع جديد من الأسئلة.
لا اتاتشد ولا ليجن جديده. ستراكشرز ريليتد، مين الستراكشرز ريليتد هنا؟ اكزيلاري نيرف، اكزيلاري فيزلز. اكزيلاري نيرف كلكم عارفين، مش عايز اقول لكم ان الفيزلز اسمها سيركمفلكس انتيرو سيركمفلكس هيومرال وبوستيرو سيركمفلكس هيومرال. خلينا اكزيلاري نيرف وسيركمفلكس فيزلز. عارفين سيركمفلكس يعني ايه؟ محيط. سيركمفلكس وحطوا كلمه فيزلز، والفيزلز دي هتاخدوها ان شاء الله في الكارديوفاسكولار. الحاجه اللي بعد كده، في اتنين تيوبريكل مهمين جدا في العظمه دي، بينهم جروف. هظللهم انا واحد. عارفينه طبعا كلهم. والكبير المحترم ده الثاني. اتنين هحط صابع عليهم. ده مين؟ هو الاقرب للهيد. الجريتر هتلاقيه عكس الهيد. الهيد ده ايه؟ هو عكسه. انما الليسر قدام. اسمه ليسر تيوبريكل استراكشر اتاتشد له ساب سكابولاريس ماسك. انما الجريتر تيوبريكل ماسك فيه ثلاث عضلات بحروف اس اي تي ست او. في ثلاث عضلات هنا واخدين الثلاث حروف دول اس اي تي. سوبرا سباينيتاس انفرا سباينيتاس تيريس ماينور. واضح؟ لو جينا نزلنا على الجروف اللي بينهم، ده اسمه ليسر تيوبريكل وده جريتر تيوبريكل. في جروف بينهم اهو. خلي بالكوا بقى في الحته دي. اذا كان الكلام على الجروف هقول لك اسمه ايه الاستراكشر او الماركت اريا، هتقول لي اسمه بايسيبيتال جروف. هقول لك استراكشرز اتاتشد مش ريليتد. لو في استراكشر اتاتشد يعني ماسكه في الفلور اللاتيشنس دورسال، انما استراكشر ريليتد يعني بتحرك في المكان ده اللونج هيد اوف ذا بايسبس. مش اسمه بايسبيتال جروف؟ اقول تاني، لو كان الكلام في الجروف، واي جروف في الدنيا له اتنين ايدج، ولا انا غلطان؟ هذا جروف، هذا ايدج وده ايدج، هذا لب ودي لب. إذا كان الكلام والخط اللي هخطه هتلاقيه في أرضية الجروف هتقول اسمه بايسيبيتال جروف. هقول لك استراكشرز اتاتشد واستراكشر ريليتد. استراكشر اتاتشد هتبقى اللاتيشمس دورساي، وجهز نفسك برضه للأكشن وإن الفرصة بلاين القصة اللي احنا قلناها دي. استراكشرز ريليتد هيبقى اللونج هيد اوف ذا بايسبس. غير لما اجي على كل لب منهم اللي هم الشفتين اللي هم حوالين الجروف واظللهم. انا عندي كام لب هنا؟ اذا كان ده عندك جروف ودي الهيد، يبقى اللب دي هتبقى انهي لب كده اللي هظللها بالشكل المتقطع ده؟ ادي لب وادي لب. والستة وانت بتبص الخط اللي رسمه لك مش في الجروف، ده في الجنب. اذا كان في الميديا اللب تبقى مين؟ واذا كانت في اللاترال ميجر وميجر وبينهما لاتيشمس دورساي، بيتقالوا كده. يبقى مين اللي في التو لبس دولت؟ ميجر جيش قوات مسلحه، ميجر وميجر وبينهما. لكن مين الميجر اللي في الميديا الليب؟ التيرس. ومين الميجر اللي في اللاترال الليب؟ البيكتورالس. ومين اللي بينهم؟ اللاتيشمس دورساي. دي المنطقه العليا، الاسئله اللي بتيجي فيها دي الهيد، صح ولا لا؟ الجزء ده اللاترال ولا الميديا الناحيه هذه؟ في نص الناحية اللاترال هتلاقيني مظلل لك جروف أو إيريا. أنا آسف مش جروف، هظلل حتة زي دي. البوستيريور فين؟ عندي ولا عندكم؟ عندنا مش كده؟ صح ولا أنا غلطان؟ اللي هي ناحية مين؟ الفصة الكبيرة اللي هو الكرينين فصة. وأنا في الخلف هتلاقوا لي عامل خط في الخلف كده. الخط ده اتاكد ان هو في الخلف ولا في الامام؟ خلف. خط وشكله سبايرال وفي الخلف، وشكله سبايرال وفي الخلف وناحيه الفصه الكبيره. هقول لك ايدنتيفاي ذا ماركت اريا اللي هو الخط ده، هتقول لي سبايرال جروف. هقول لك استراكشر ريليتد اند اتس روت فاليو. لا
اللي هو الراديال نيرف 5 و6 و7 و8 معايا ولا لا؟ نعم. يبقى ان في كام نيرف النهارده شفتهم مع العظمه دي؟ اكزيلري نيرف 5 و6 والراديال في الخلف. طب امال الحته اللي انت قلت لي ظللها لي لاترال للهيد دي اللي هي كانت في نص اللاترال سيرفيس اسمها دلتويد تيوبريكل او دلتويد تيوبروزيتي، والعضله اللي اتاتشت ليها دلتويد ماسل نيرف سبلاي اكزيلري نيرف 5 و6. ده اللي بيجي في منطقه الشافت، قلنا واحد هنا والخط ده. حاجة تانية بقى في منتهى الأهمية، في نص الشافت، ما انت قلت لنا في نص الشافت اهو يا دكتور، في نص الشافت لاتر، وقلت لنا في نص الشافت بس بوستيريو، يتفضل لي ايه؟ في نص الشافت ميديا، في قبالة أو أوبوزيت للدلتويد اللي انت قلت لي عليها دلتويد. إذا كانت دي الدلتويد ها؟ على أنه سيرفيس؟ على اللاترال. وعشان تتأكد إنك على اللاترال الهيد أهي، الهيد هي اللي ميديا اهي، اجي هنا قصادها على طول على الميديال سيرفس واظلل لك حته كده، وتاكد قبل ما تشوف وتجاوب هو المنطقه اللي هو مظللها لي قصاد الهيد او ناحيه الهيد ولا عكس الهيد؟ عكس الهيد. اذا كانت عكس الهيد يبقى هي في نص الشاف وفي اللاترال سيرفس يبقى الدلتويد. اذا كانت قصادها قصاد الدلتويد حتى انت هتحس فيه هنا رفنس، الناحية التانية هتلاقي سموثنس ناعمة مفيش رفنس. اسمها ايه المكان ده؟ اسمه ديبريسد اريا فور كوراكو براكياليس. يبقى العضلات اللي موجودة في المكان ده في الخارج هنا كانت الدلتويد، في الداخل هنا مين؟ الكوراكو براكياليس. الخط الخلفي ده هيبقى مين؟ سبايرال جروف. انزل بقى تحت، وفتحت هنا عندنا دي الاثنين دول اسمهم كوندايل، دي التروكليا ودي مين؟ الكابيتولا. مين فيهم اللي ميديا؟ بصوا على الهيد، الهيد ده اهي الجزء ده، دي مين كده دلوقتي؟ دي التروكليا صح ولا لا؟ ودي مين؟ الكابيتولا. في فصتين انتوا شايفينهم، الفصه اللي فوق التروكليا اسمها ايه؟ اللي فوق الفصه كورونوي، واللي فوق الكابيتولا والخلفيه اللي انتوا قلتوا لي عليها كان اسمها ايه؟ اوليكرين. دول حق الالبو جوينت. طيب اللي يهمني دلوقتي الخط ده اسمه ايه والخط ده اسمه ايه؟ دي اسمها كوندايلز، سواء لهم اسماء الاثنين لكن اسمهم على بعضهم كوندايلز. النكل ده اسمه كوندايل، لكن الخط ده اسمه ايه؟ لاترال سوبراكيندايل. ايوه الخط ده ميديال والخط ده لاترال لغايه الاخر اهو، ده لاترال سوبرا كوندايلر ريتش او لاين، وده ميديال سوبرا كوندايلر لاين. هتولي في اللاترال ده لما ظلله كده هو الاهم الوقت عندي، اسمه لاترال سوبرا كوندايلر لاين. استراكشرز اتاتشد كوراكو براكياليس فليكسور اكستنسور اكستنسور كاربي رادياليس لونجس النيرف سبلاي بتوع الاثنين راديال نيرف. يبقى الريدج ده لما يتظلل لي اللي هو اللاترال سوبرا كوندايلر لاين هتيجي عنده وتقول اسمه لاترال سوبرا كوندايلر لاين، العضلات اللي ماسكه فيه بريكيو رادياليس اكستنسور كاربي رادياليس لونجس. معاه؟ خلي بالكم اللي جاي. دي اسمها كوندايل، دي ايبي كوندايل. انهي ايبي كوندايل دي بقى؟ ودي انهي ايبي كوندايل؟ انا حاطط نقطتين، حاططهم في الفرنت ولا حاططهم في الباك؟ الباك اهو. دول في الفرنت ولا في الباك؟ دي اسمها ميديال ايبي كوندايل، ودي اسمها ايه؟ دي نقطة ودي نقطة. دي نقطة ودي نقطة. النقطة بتاعت الميديال واضحة أوي، عشان الميديال ايبي كوندايل أظهر وأوضح. لما أحط علامة هنا هتقول لي ميديال ايبي كوندايل، هقول لك استراكشرز اتاتشد، هتقول لي هو كومن فليكسور أوريجن، هما السوبرفيشال ماسلز اللي موجود في الفرنت والفور آر. أما لما أجي هنا على اللاترال ايبي كوندايل وحطيت العلامة في الفرنت ولا في الباك؟ حاططها في الفرونت، في الفرونت مش في الباك. وهقول لك ايه الاستراكشرز اتاتشد، هتقول لي ايه؟ كومن اكستنسور. كومن اكستنسور اللي هم العضلات اللي رايحه للباك، ولكن المكان هيبقى فين؟ انتيريور لللاترال ايبي كوندايل مش في الباك بتاعه. كلامي واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ اتفهمت؟ في سؤال في الهيمرس؟ عرفتوا الاسئله اللي بتيجي فيها؟ عرفتوا ولا لسه؟ الراديوس
اقول عليها راديوس ولا اقول رايت ولا ليفت راديوس؟ اعرفها ازاي؟ الهيد اللي فوق ماشي، هي فيها هيد يا دكتور؟ هي لها هيد؟ اه ليها هيد اللي انت ماسكها دي. اللور اند اللي هي المتعبره اللي انتوا شايفينها دي ليها سيرفيسين، سيرفيس منهم ناعم خليه لقدام، سيرفيس منهم في اخره ديستالي اخره رف خليه لورا. طبقوا الكلام ده، بصوا على كده وانا هشوف وشوفوا وتقولوا لي. سموث انهو السموث هذا، حد فيكم شايف اي حاجه هنا في الجزء الاخير؟ انا قلت في الجزء الاخير منها، حد شايف حاجه هنا؟ لا. لما نقلبه كده حد شايف حاجه هنا؟ في رف، في بلاوي، في تيوب ريكولوفليستا. يبقى ده خليه للخلف ولا للامام؟ خلف. خلاص ماشي يا دكتور، ادي امام ودي خلف، يبقى تمشي كده او تمشي كده. في مشكله؟ لا. او في مشكله؟ لا. في واحد شرط تاني ناقص، ان الاستايلويد بروسيس اللي هو النتوق بتاعها ده اللي هو الجزء البارز ده شايفينه ولا لا؟ اخليه لاترالي. لاترالي طيب ماشي، اخليه لاترالي اهو لاترالي. طب انا برضه هخليه لاترالي اهو الناحيه ده لاترالي. شو لاترالي برضه؟ شو لاترالي كده ولا لا؟ غفير يا عم، خليه هيخليه لاترال وفي نفس الوقت دي ورا اهي، مش ما ينفعش الا كده. ورحت ولا لسه؟ دي اعرف رايت ولا ليفت بالمره عشان نخلص منها ازاي؟ هي عامله كده من من فوق زي حنك السبع مفتوح كده. اخليه لقدام ولا اخليه لورا؟ اخليه لقدام. الكلام كله هيبقى عليا انا، انتوا فاهميني ولا لا؟ كلام عليا. اخليه لقدام يبقى هي كده رايت او ليفت، قدام اهو. فيها جزء بارز اهو شايفينه؟ اسمه ايه ده؟ اخليه ميديا لي، يعني اخلي الحنك السبع ده مفتوح لقدام. عارفين حنك يعني ايه؟ خليه لقدام واخلي الاستايلويد بروسيس دي ايش؟ ميديا. طب انتوا شايفينها على الوضع الوقت لو حطيتها في هذا المكان تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. طب انا همشيها لكم كده برضه. ليه؟ الاستايلويد بروسيس ده ايه؟ انا عايز اخليه هاتوا من الناحيه دي اهو. الله، ده قلبتها خليها كده مش هتنفع. حاجه تاني مهمه جدا، في جزء فيها فوق املس بيستقبل راس الراديوس، الهيد اوف راديوس. الراديوس بالنسبه للعظمه دي لاترال ولا ميديالي؟ لاترال. هي ميديال، يبقى المفروض لو حطيتها هنا، لو حطيتها هنا في الرايت، الجزء الاملس اللي بدور عليه فوق اللي هو ده، شايفينه كلكم ولا لا؟ اه هظللها لكم اهو. في جزء املس هنا لانه بيتحط عليه سؤال برضه. الجزء الدائري ده تخليه لاترالي عشان يقابل الراديوس، ما ينفعش اجيبه الناحيه دي. وصلت الحكايه ولا لسه؟ فدي تمشي رايت ولا ليفت؟ تمشي رايت. ايه الاسئله بقى اللي بتيجي هنا؟ الاتي دي الهيد، الهيد ممكن اظللها لك كده. والسؤال ايدنتيفاي ذا ستراكشر سيركمفرنس اوف ذا هيد اوف ذا راديوس، الدائري بتاعها. ستراكشرز ريليتد اسمه ايه؟ انيولار ليجمنت. احفظوه، انيولار ليجمنت، ما بيلفش على النك. الحاجه الثانيه، لو جيت ظللت المحترمه دي، دي تيوبريكل اهو محترم، اسمها راديال تيوبريكل. راديال تيوبريكل مين العضله اللي اتاتشت هنا؟ البايسبس. البايسبس النيرف سبلاي بالاكشن، جهزوها. نكمل، ده البوستيريور ده الانتيريور الناعم. الناعم وانا فوق برسم خط اوبليك فيه كده، انا في الانتيريور سيرفيس ولا مش في الانتيريور سيرفيس؟ اذا جه الخط ده اسمه ايه؟ انتيريور اوبليك لاين استراكشر اتاتشد فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالز. فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالز. اما لو جيت ظللت بقى السيرفيس الانتيريور ده كله وهترك اخر جزء اللي هو اخر ربع، واخر ربع هنقطه بس كده، الجزء المظلل تحت الخط الاوبليك لاين، الجزء المظلل
تحت الخط الأوبليك لاين. العضلة اللي اتاتشد هنا اسمها فليكسور بوليشس لونجس، اللي في آخر ربع منقط برونيتور كوادريتس. واضحت؟ خلي بالكم بقى من اللي جاي، خلي بالكم اللي جاي دول بيب وتسأل اللاترال سيرفيس بتاع العظمه دي فين؟ هنا ولا هنا؟ اللاترال سيرفيس كده ولا كده؟ كده ولا كده؟ وفين الستايلويد بروسيس؟ لا ميديا اه اللي انا قلت خليه لاترال، يبقى فين اللاترال سيرفيس؟ يمين. يمين هاجي في اللاترال سيرفيس اللي هو هيبقى هنا ده في نصه بالظبط. انا في انهي سيرفيس دلوقتي؟ ده الانتيرور اهو. حد شايف النقطه اللي انا علمت عليها الحين؟ لا. لازم اقلبه كده عشان اشوف اللاترال سيرفيس. في اللاترال سيرفيس في هنا اليفيشن، هذا الاليفيشن اللي موجود هنا للعضله البرونيتور تيرس، ولذلك هذا المكان اسمه برونيتور تيوبريكل فور برونيتور تيرس النيرف سبلاي الميديان نير الاكشن البرونيشن. وضحت؟ وضحت؟ فهمني ولا تعبت ولا ضربته؟ ما جزل بقى الانفيرور سيرفيس ده. واسألك اقول لك ايه ده؟ اسمه ايه ده اللي انا مظلمه؟ اسمه الانفيرور سيرفيس اوف ذا لور اند اوف ذا راديوس. هو له اسم منشن كاربال بونز related to the market area. مين الكاربال بون اللي هم related هنا وarticulated هنا؟ السكافويد واليونيت. والمفصل اسمه ريست، والحركة فيه بس فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن. انا غلطان. الفرايتي بتاعته اليبسويد بيضاو اليبسويد. هل الألنا بتشترك في عمل هذا المفصل؟ لا. ايه اللي بيفصل الألنا عن هذا المفصل؟ ديسك تحت ديسك كارتليج ديسك بيفصلها عنه، مش داخله فيكم. وضحت ولا لسه ما وضحتش؟ واضح الكلام؟ واضح. السيرفيس الخلفي ده بقى انهي سيرفيس بقى؟ اللي ناقص ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بوستيريور. بس هذا البوستيريور سيرفيس له جزئين، جزء عالي وجزء واطي هنا. عشان نشوف المنظر هنا، لو انا جيت على الراديوس والالنا دي الن ودي راديوس وده الباك بتاع الاثنين، ده الباك بتاع الاثنين. العضلات اللي موجودة في الباب باخدها اقسمها تلات تلات، تلت التلت ده يتقال عليه ايه؟ اللي هو الابر وان سيرد اوف ذا باك اوف النا، الابر وان سيرد اوف ذا باك اوف ريدس، مش بتقال كده برضه ولا لا؟ الميدل وان سيرد، الديستال وان سيرد. الجزء ده احط فيه مين؟ ابداكتور. ابداكتور مين؟ بوليشس لونجس، ده الاوريجن بتاعها او الاتاتشد اللي هنا. بلاش الاوريجن، لا تتعصبوا ولا يكرمكم حاجه. معايا؟ التلت الاوسط من الراديوس والتلت الاوسط من الالما، دي فيها ال الما الما الما، ودي فيها راديوس راديوس راديوس. العضله اللي هتبقى ماسكه هنا فيها ال اكستنسور بوليشز، دي برضه اكستنسور بوليشز، لكن دي اكستنسور بوليشز يا رب لونجس ولا بريفيس؟ بريفيس ولا لونجس؟ دي ار يبقى لونجس، ودي ار تبقى بريفيس. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. ده الكلام ده عشان النظر كمان، ده الكيس الفصل اللي عايز ياخد حاجه الوقت يبقى راجع الاناتوم، احفظوه من دلوقتي. مش شرط اظل صعب ان اظل العضلات في العظم، انما اللي قلته قبل كده لغايه اللحظه دي اي حاجه بتتسال، انما ده صعب شويه تظليه. يتفضل هنا التلت الاخير، التلت الاخير من الراديوس طز مفيش فيه حاجه. التلت الاخير من الالنا هنحط فيها مين؟ اكستنسور. اكستنسور
العضلة هنا ناقص. الدايس الديس. عدوا لي دول كم عضلة دلوقتي؟ كم عضلة أنا عملهم دلوقتي؟ واحد، اثنين، تلاتة، أربعة. أنا عندي كم عضلة دي في الباك أوف فور آر؟ 12. كم عضلة دي؟ خمس. أنت قلت 12، شيل منهم الديب اللي هم خمسة، يتفضل السوبرفيشال كام؟ سبعة. اللي هم كانوا طالعين من الكومن اكستنسور أورجن. في عضلة راحة للإندكس. اكستنسور إيه؟ إنديس. بس في عضلة ناقصة برضه. ما بولش سهية يا ده كستنسور بولش سهية دي لونجس ودي بريفيس ودي ابداكتور بولش في عضلة ناقصة اسمها سوبينيفا فوق فين؟ اول سيبك بقى من الرسم انتوا فهمتوا المنظر ده؟ عرفتوا؟ لما نجيب الراديوس والانا ونحطهم جنب بعض ونجيب البوستيرو سيرفس هنا والبوستيرو سيرفس هنا ونتلت تلت وتلت وتلت معايا؟ تتفضل السوبينيتا هتهالي بقى من هنا يا دكتور وقول لي بتتسائل هنا فين وهنا فين ركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي المفروض العظمتين دول عشان تفهموها بتركبوا كده صح ولا انا غلطان؟ قولوا لي صح ولا انا غلطان؟ السوبينيتور هشيل الراديوس اللي كنا قاعدين نشرح فيها اسمحوا لي بس هسيبها شويه وقول لي طالعه من هنا منين العضله اللي اسمها السوبينيتور وبعدين وديها لي هنا فاكرين الجزء اللي انا ظللته ده كان اسمه ايه ده المكان اللي هو عشان الهيد بتاع الراديوس عشان السوبير راديوال نيرف جوينت خلي بالك اللي مش شايف بقى يقول شايفين الجزء ده شايفين كلكم ولا لا ايه الاريا اللي تحته لو ظللتها كده اللي تحته غير لما بصوا للجزء الامامي للسبع المفتوح الحنك المفتوح ده كان في نقطه يبقى تحتها جنبها وتحت ده جنب دي وتحت دي فاهمين ولا لا دي اسمها سوبينيتور فاصة وضحت راح هنا فين عند الشاطئ اللي بقى موجوده فين الصوره اهي قدامكم ودي اهي فين اللاترال فين حته في اللاترال شايفين فاكرين الجزء ده كان اسمه ايه فاكرينه ولا لا الناس اللي صاحيه معايا كان اسمه ايه الجزء ده اللي هي النقطه اللي على اللاترال سيرفيس بتاع الريدس اللي كان اسمها برونيتور صح ولا لا صح ظلل لي الاريا اللي فوقيها شايفين الاريا اللي ظللتها فوقها دي؟ يبقى المكان ده فين؟ في الراديوس على انهي سيرفيس؟ بوسترو لاتر انا لاتر بوسترو لاتر يبقى العضله دي لما كانت تحب تيجي للراديوس طالعه منين؟ تعالى كده ارفع كده عشان بس تفهموها واللي فاهمها يبقى خلاص بس افصلهم عن بعض ايه؟ شويه كده احنا قلنا فين السوبينيتور فوسا يا جماعه هنا ايه اللي كده عشان زمايلك يشوفوها اللي هو المكان ده صح ايه عندك عن بعضها ده الاورج صح كده ولا لا صح هيجي انتيريور ولا هيخش هنا ولا هيروح لورا كده هيروح لورا ولا هيروح لورا ولاترال شويه عشان دي لما تعمل برونيشن تقوم العضله تلف معاها كده لما تحب تعمل برونيشن تقوم جايبها كده سوبينيشن طبعا فاهمين ولا لا؟ فاهمين الله باين عليكم انتوا فاهمين حاجه فاهم؟ طب اسالك سؤال ومش عارف اذا كنت فاهم ولا لا؟ ها؟ لا بلاش عشان ما تزعلش انت فهمت؟ عشان كنت واقف بس انا مش عارف انا بطول في الـ في الـ في البونز ولا انتوا لا مستمتعين لا هي المشكله ان اسئلته كتير عشان كده حبيت ابدا بالبونز فاذا حبيتوا حتى يعني انا تقسموه على كذا مره انا ما عنديش مشكله ما عنديش اي مشكله
عشان تستوعبوا. عايزين تكملوا حرين براحتكم. فاهمين كلامي ولا لا؟ فاهمين. انت عايز تقول ايه؟ ها اليوم اللي انتوا عايزينه. انا بسالك واقول لك انا بطول بكره. ما في علشان انا بالنسبه لي عامل زي القطر افضل شغال. انما انا بتكلم انت عشان انا عايز اوصل عارفين استوعب عشان اروح اهضمهم دول. او ممكن اقول انا كل حاجه واحد يقول لي خلص خلص يا دكتور براحتكم. تحبوا تاخدوا ده وتاخدوا بكره تاخدوا مثلا اللور تذاكروا النهارده ابر بكره اللور وبعدين تقوموا رايحين جايين السوفت الاسبوع اللي جاي واكلينه. ايوه كده دكتور. بكره ما هي فرصه السبت. السبت 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 خميس الصلاه بكره مكسات في فارما ريفيجر احمد عطيه. لا سيبك مني كبر دماغك. احمد نكمل. احمد في تسجيل. طب اكمل القلنا وبعدين اتفقوا. احمد اجلس. عرفنا دي نعرف رايت ولا ليفت ازاي طبعا يا جماعه. حصل عرفنا نعرف اذا كانت رايت وطلعت عندنا رايت. الاسئله اللي بتيجي بقى عليها ايه الاتي. ممكن اظلل الجزء اللي تحت البروسيس ده اللي احنا سميناه كرونويد بروسيس ده اللي هو الكرينو. اظلل المنطقه اللي تحته دي او كلها على بعضها كده. اسمها النر تيوبروزيتي. زي مين؟ زي الراديال تيوبروزيتي اللي هي دي. دي كانت جايه لها البايسبس لكن دي هتجي لها مين؟ البراكيالس. ايه اللي عملته بعد كده؟ قلنا ايه هنعمل ايه؟ قلنا هنلف العظمه عشان اشوف المكان الناعم حق الهيد اوف ذا راديوس. مش ده اللي حصل؟ وسميته ايه هذا المكان؟ ها؟ المكان اللي فوق ده الفاسيت. فاسيت اللي هو الجزء الناعم يعني فور ذا هيد اوف ذا راديوس. حق مفصل اسمه ايه المفصل بقى اللي هنا؟ سوبيريور راديو النر جوينت. الطيب ساينوفيا الفرايتي بيفوت. بيفوت الحركه اللي بتتم عنده برونيشن سوبينيشن يوني اكسيال يعني على محور واحد. اللي بعده قلت نيجي في المكان اللي تحته. انا كل كلمه بقولها قصيدها قصيدها. نيجي الجزء اللي تحته ونظلله بالمنظر ده واتكلمنا عليه وقلنا سميناه سوبينيتور فوصه فور سوبينيتور ماسل نيرف سبلاي بوستيريور انتروسيس نير اوف ذا راديال نير. ايه تاني بيجي في العظمه دي؟ ابص على الانتيرو سيرفيس بتاعها لو ظللته. فاكرين الراديوس لما ظللتها من قدام ظللتها برضه ثلاث ارباع وربع. فاكرين لما عملت هنا كده؟ فاكرين ولا لا؟ هنا برضه هيبقى ثلاث ارباع وربع بس الثلاث ارباع اللي فوق اللي تحت التيوبروزيتي اللي هو اللي سميناها النر تيوبروزيتي الجزء ده اسمه فليكسور ديجيتورم بروفاندس. اما اخر ربع برونيتور كوادريتس. اجي في الباك صعب اعملها لكم اعرفوها نظري لكن اللي هو هيتحط هنا علامات الاماميه اللي احنا شفناها دي. واضح؟ واضح. طيب خلي بالكم بقى من اللي جايه. خلي بالكم بقى منها قوي. Identify the market area. Identify the market area. ايه دي؟ التوب اوف اوليكرين بروسيس استراكشر اتاتشد تندون اوف ترايسبس. صح نيرف سبلاي راديان. خلي بالكم اللي جاي بقى عشان كتير بيغلطوا فيها وبيلخبطوا بينها وبين الترايسبس. اللي انا ظللته ده يعتبر التوب بتاع الكرينون ولا الابر وان سيرد اوف ذا باك اوف ذا النر؟ انت واخد تلت بحاله. هذا الجزء على الشافت ولا طلعت كمان لحد ما وصلت للكرينون؟ شايفين المسافه قد ايه؟ مين العضله اللي اتاتشت في المكان ده؟ برافو عليك عرفتها ازاي؟
انا كنت عايز اعزلهم شويه. امكونيس نيرف سبلاي راديال نيرف 5 و6 و7 و8 دي واحد والاكشن اكستنشن. خلي بالكم من التركات دي. وضحت؟ وضحت كويس. لو جيت ظللت لك المحترم ده بقى من تحت، مين دي؟ ده الهيد اوف ارم. ده الهيد اوف ارم. ايه المفصل اللي بتشارك في تكوينه؟ الديستال راديو ارنر جوينت. نوعه زي اللي فوق ساينوفيال. النوع ساينوفيال. الفرايتي بيفو. واضح؟ واضح. اخر حاجة هتبقى الهاند. الهاند في الاسبي لا نعول عليها كثير، لكن بس اقول لكم الاسماء كلكم عارفينهم، اللي هم الكربل بون والميتا كربل. احنا بنسألش على العظم ده عشان محدش يخاف فيه. ما بقولكش فين السكافويد واليونيت والترايكويد، ولا باجي مثلا على العظم الميتاكاربل هنا وبسألك اقولك مين اسمها الميتاكاربل وايه الاستراكشرز اللي اتاتشت فيه. لما بسأل في الهاند ما بسألش سكيلتون، لما بسأل في الهاند بسأل على الماسلز اللي هنشوفها اتاتشت، اللي هم السينر والهايبوسينر والادكتور واللامبركلز. حتى الكلام ده هيبقى في الفوت. كلام واضح؟ اتفقوا مع بعض. اذا حبيتوا اقول لكم اللور ليمب بكره قبل ما تقوم. دي واحد قبل. دي واحد. دي واحد. اصبر. الهيت دي مصيبه لوحدها عشان اوريكم الفرامنة. بس عايز اخلصكم بس من ده عشان نخلص منه. الماندبل ده، ده جزء اسمه هنا بنسميه الريمس، وده البودي. ده البودي وده الريمس. في جزئين فيه، ده الهيد ده النك. ده اللي بنسميه كورونويد بروسيس. النك واند اهي اللي تحت على طول، دي اللي فيها النقطه اللي انت شايفها دي. خلي بالكم بقى الهيد ايه اسم المفصل اللي بيتشارك في عمل تيمبرو مانديبولار جوينت. نوعه ساينوفيا. الفرايتي بتاعته موديفايد سادي. موديفايد سادي او يمشي كوندايلويد. واضح؟ موديفايد سادي. الحركات اللي بتتم عنده إليفيشن، ديبريشن، بروتراكشن، ريتراكشن، سايد تو سايد. فهمت؟ نيرف سبلاي، اوريكولو تيمبورال نيرف، اوريكولو تيمبورال نيرف. خلصنا. مين البروسيس ده؟ اظلله كده. البروسيس ده كورونويد بروسيس. استراكشر اتاتشد تيمبورالز نيرف سبلاي مانديبولار نيرف اكشن إليفيشن of the mandible. Retraction of the mandible. Remus of the mandible. Masseter. Mandibular nerve. Elevation. Protraction of the mandible. Angle of the mandible. Angle of the mandible. Medial pterygoid. Mandibular nerve. Side to side movements. Elevation of the mandible. النقطة اللي زميلكم سألنا عليها neck of the mandible. Neck of the mandible. Lateral pterygoid. Lowering of the mandible. الوحيدة اللي أنا ذكرتها النهاردة في المجموعة دي بتنزل المندبل. Lowering of the mandible. Mandibular nerve. هناك بعض الفورامين هنشوفها، في فورامين في الخارج وفورامين من الداخل. الفورامين اللي من الخارج لو جالك اسمه مينتال فورامين، مينتال نيرف اند فيزلز خارجه منه. لو جالك الفورامين اللي من الداخل مانديبولار فورامين، انفيريور الفولار نيرف اند فيزلز. في خطين في البودي، خط من الخارج، خط اهو متجه ناحية المينتال فورم، متجه ناحية المينتال فورم، وخط من الداخل. تحس ان قاسم المندبل من جوه الى جزئين عالي وواطي. الخط اللي من الخارج اوبليك لاين باكسينيت فيشيال نيرف. الخط اللي من الداخل ميه اللهم
مايلو هايويد لاين فور مايلو هايويد ماسك نيرف تو مايلو هايويد مانديبولار نيرف. وهناك فصتين، فصه فوقيها وفصه تحتيها. الفصه اللي فوقيها الخط اللي انتوا شايفين الاريا البيضاء اللي فوقيه سب لينجوال فصه، والفصه اللي تحتيه سب مانديبولار فصه. اخر حاجه لو جه هنا في الماندول وقلبه لك كده ادي في النص اهو، وقلبته من الخلف كده وجه هنا في المنطقه دي وحط نقطتين كده. شايفين انا حاطط النقطتين فين؟ شايفين ولا لا؟ شايفينهم كلكم ولا لا؟ نقطتين هنا اهو، يعني ده نص المانديبول انا هقلبه من جوه اهو. دايجاستريك فوسي فور انتيريور بيلي دايجاستريك. النيرف سبلاي بتاعهم دي اسمها انتيريور بيلي دايجاستريك. النيرف سبلاي بتاعهم النيرف سبلاي نيرف تو مايلو هايويد مانديبولار نيرف، مع ان اللي قال فيشيال صح، لا مش صح قوي. الدايجاستريك اصلها لها بطنين، ده اللي هنا انتيريور بيلي، في واحد تاني اسمه بوستيريور بيلي هوريه لكم في سكال دلوقتي، ده فيشيال نيرف. واضح؟ واضح؟ كفايه عليكم كده، بكره اللور اسهل، اقول لكم اللور والمحترمه السكال. بكره ولا امتى انت حددت؟ حددت مع احمد. احمد بدال الفاطمه.